جديد وحصاد الاهلي. النهارده معانا اخر استعدادات النادي الاهلي وايضا اطلاله اوروبيه، ولكن في البدايه حابين نقول اسماء الفائزين اللي في سؤال الحلقه اللي طرحناها على حضراتكم قبل اول امبارح. من هو اخر لاعب سجل في مرمى الترجي طبعا من النادي الاهلي؟ صراحه انا حاولت العب مع المشاهدين، ولكن ما شاء الله جمهور الاهلي دايما ما بيشجعش على السمع، يعني الاغلب كان متمسك بالاجابه، والاجابه كانت في بعض الاوقات غير صحيحه وبعض الاوقات كانت صحيحه، ولكن في ناس حتى بعد ما لعبت معاهم كانوا مركزين. هو صاحب الهدف هو جون انتوي، كان في ملعب رادس في تونس. النادي الاهلي فاز بهدف مقابل لا شيء، وده كان في الكونفدراليه عام 2015. جون انتوي احرز، اللاعب الغاني احرز الهدف في الدقيقه 8. الفائزين هقول لحضراتكم طبعا، ادي التذاكر اللي معانا مع حضراتكم اهي، تذاكر لقاء ماتش الاهلي والترجي. الاهلي يحتاج الى كل جمهوره في ملعب برج العرب ان شاء الله يوم السبت المقبل الساعه 7، وبنحتاج من الجماهير ان هم يكونوا داعمين للنادي الاهلي. التذاكر امام حضراتكم، احنا طبعا اول مره نعلن على موضوع التذاكر، لكن ان شاء الله هيبقى في هذا الامر في كل اللقاءات اللي هيبقى فيها جماهير، ونتواصل مع حضراتكم طبعا. الناس اللي بعتت لنا سواء على فيسبوك سواء على تويتر سواء على انستجرام، تم انتقاء الفائزين اللي اجابوا الاجابات الصحيحه. من فيسبوك عندنا محمد هاني ادانا الاجابه الصحيحه على فيسبوك، ايضا نور فوزي، ايضا محمود احمد علي، وحضراتكم هتشوفوا الان الاكونت بتاعتهم هتطلع امام حضراتكم. وبنتمنى من محمد هاني ونور فوزي ومحمود احمد علي ان هم يبعتوا لنا على الانبوكس بتاع صفحه قناه النادي الاهلي، عشان طبعا يتواصلوا معانا ويجوا بكره قناه النادي الاهلي يستلموا التذاكر عشان يقدروا يروحوا الملعب يوم السبت. ايضا عندنا على تويتر محمد فرج عامر هو اللي اجاب الاجابه الصحيحه على تويتر، وده من الفائزين. وعلى انستجرام عندنا عبد العزيز ايمن، عبد العزيز ايمن هو اللي ادانا الاجابه الصحيحه على انستجرام، وهنعرض على لحضراتكم سكرين شوتس للاكونتس بتاعتهم بناس محترمه دخلت جاوبت الاجابه الصحيحه وفازوا معانا بالتذاكر ان شاء الله في الحلقات الجايه، ان شاء الله في المباريات اللي هيبقى فيها جمهور هنحاول نجيب عدد اكبر من التذاكر. قبل بقى ايه ما نخش في الاخبار، في حاجه مهمه جدا عايز اقف فيها مع حضراتكم لغايه لما زمايلنا يجهزوا الاكونتس بتاعت الناس اللي فازوا معانا بالتذاكر، وهو النادي الاهلي والترجي. صراحه خلاص لا صوت يعلو فوق صوت النادي الاهلي والترجي. المواجهه اللي هتكون ان شاء الله في دور الثمانيه في ذهاب دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه، ملعب برج العرب اللي هيحتضن اللقاء. كابتن حسام البدري، الجمهور، اللعيبه، في رسائل مهمة جدا، ولكن في البداية هتكلم على كابتن حسام البدري. السادة، بعض من السادة الزملاء الصحفيين يبدو ان هم مش حاسين النادي الاهلي ده بيمثل مصر، يبدو ان هم مش حاسين ان النادي الاهلي داخل على مواجهة مهمة جدا، نهائي مبكر، وظروف حتى مشابهة الى حد كبير لبطولة 2001 اللي النادي الاهلي نجح النفوذ بها مع مدير الفني مانويل جوزيه، وكان ايضا بيواجه الترجي في الدور قبل النهائي، وظروف مختلفة، وحتى نادي الترجي كان اقوى من فريق صن داونز اللي النادي الاهلي فاز عليه في الفاينل. النادي الاهلي تعادل هنا وفاز في تونس بهدف مقابل لا شيء، احرزه الكابتن سيد عبد الحفيظ الهدف الشهير اللي خده فيرست تايم ونزل من فوق راس حارس مرمى الفريق التونسي. الناس بتبتدي تتكلم على فريق داخل على دور الثمانيه ومواجهه مصيريه، وبيتكلم ان الكابتن حسام البدري جاله عروض. طب ده كلام ولا ده وقته؟ عروض وبيفاضل وبيشوف والكلام ده كله، مفيش مشكله ان انت تتكلم على لو عندك معلومه، ولكن حتى لو انت عندك معلومه الكلام ده كله في شنك، حتى لو عندك معلومه مش ده التوقيت. فادي الهدف اللي كنت لسه بقول لحضراتكم، هدف سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ بقى فيجو الكره المصريه اللي كان متالق الصراحه في هذا التوقيت بشكل كبير جدا، ومفيش غير اللعيبه الحريفه بس اللي تاخد الكوره بالشكل دوت. فاجأ حتى زمايله كلهم اتفاجئوا ان خدها على مره واحده،
واشد المتفائلين كان هيقول له ما تشوطش يا سيد، ولكن هو خد القرار، شاف الحارس متقدم فخدها على مره واحده كده كرباج، ولكن كرباج اهلاوي محترم، كرباج اهلاوي متين من فيجو الكره المصريه كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان هدف شهير جدا في مرمى الترجي. وادي بدايه الهجمه من اولها لوائل جمعه اللي عملها اماميه لخالد ديبو عشان تروح لسيد عبد الحفيظ ويحرز هدف التاهل للدور النهائي. كابتن حسام البدري على الرغم من الحملات الممنهجه اللي احنا لسه كنت بقول لحضراتكم عليها، ولا هو التوقيت ولا هو الزمان ولا هو اي حاجه مناسبه ان انت تتكلم ان فرقه بتلعب في دوري ابطال افريقيا والممثل الوحيد للكره المصريه وتبتدي تتكلم ان المدير الفني بتاعها عنده عروض، لان ده بيشتت الانتباه، بيعمل بلبله ملهاش اي ثلاثه لازمه صراحه. فرقه بتحاول انها تكمل في دوري ابطال افريقيا، فرقه بتمثل مصر في دوري ابطال افريقيا، فكان من الاقدر ان انت تركز ان الاهلي بيلعب باسم مصر حتى لو انت ميولك غير اهلاويه، وده وارد ان ميولك تكون غير اهلاويه فتبتدي تتكلم وتكتب الكلام دوت، ولكن احنا مش في الدوري، احنا بنتكلم في دوري ابطال افريقيا حاجه دولي، وحتى المقوله الشهيره ان الدولي غير الدوري، فخلي ده في حساباتك. كابتن حسام البدري داخل اللقاء وفي ذهنه تشكيل معين، ازاي تواجه فرقه بتلعب بشكل منظم، ازاي تواجه فرقه منظمه تكتيكيا من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، فريق محترم، فريق نهائي مبكر، الترجي التونسي من الانديه اللي ليها باع في دوري ابطال افريقيا، معها مدير فني ايضا عنده تجارب قويه جدا سواء مع رجاء سواء مع تونس والنجم الساحلي والترجي، وايضا في فتره من الفترات منتخب تونسي، فالبنزرتي من المدربين الاكفاء بشكل مميز جدا. ايضا اللعيبه الان عليهم حمل ان انت بتمثل النادي الاهلي، حلم ان انت بتكتب تاريخ ليك دوري ابطال افريقيا لما تفوز بيه للمره التاسعه، هتفرق كتير جدا معاك في السي في بتاعك، بتدي لقب مهم جدا، تخش كاس عالم انديه، عليك ان انت تخش في هذا اللقاء، عندك 11 لعيب هيبقوا موجودين في الملعب، احنا متوسمين فيهم ان هم يكون 11 راجل 11 مقاتل، لان في ماتشات بيبقى انت هتخش تلعب بشكل تكتيكي كويس، عندك مواهب، عندك فروقات وحلول فرديه، عندك حلول جماعيه، النادي الاهلي فريق جماعي، ولكن غريزه المقاتل دايما بيبقى فيه ماتشات فيها قتال حتى النهايه، شفنا ده امام المصري في لقاء كاس مصر النهائي، شفنا ده في لقاءات كتير جدا ايضا في لقاءات دوليه، وهو ده الماتشات اللي بتحتاج عزيمه الرجال عشان توصل للهدف المنشود. الجمهور برضو عليه عامل مهم جدا، النادي الاهلي كنا نتمنى ان يكون ملعب برج العرب كله مملي من الجماهير زي لقاء منتخب مصر امام اوغندا، ولكن مش عارفين ليه الامن سمح ب 20,000 فقط، كنا منتظرين ان الامن يتواصل مع النادي الاهلي ويوافق ان يكون في 60,000 متفرج، الاهلي محتاج 100,000 متفرج في هذا اللقاء، ولكن ال 20,000 اللي هيحضروا محتاجين دعم مهم جدا، ما تستعجلش الفوز، انت ما بتلعبش فريق سهل، ما توترش لعيبتك، وفي الاول في الاخر جمهور النادي الاهلي دائما هو اللاعب رقم واحد على مدار الاجيال 110 سنه، جمهور النادي الاهلي هو من يصنع الفارق حتى في احلك الظروف، جمهور النادي الاهلي لما بيكون متواجد، لما يكون بيشجع بشكل مستمر، هو اللي بيغير الامور تماما، وياما حصلت والنادي الاهلي جاب بطولات بعد الدقيقه 90، وياما البطوله تحس انها رايحه ويستطيع النادي الاهلي ان هو يعود مره اخرى ويعادل الاوضاع، بل بالعكس ويفوز بالبطوله، وده كله بفضل الجمهور، لان اللعيب بيبقى حاطط في دماغه ترمومتر ادائه مع اهات الجمهور، مع دعم الجمهور، مع تشجيع الجمهور، هو ده اللي بننتظره ان شاء الله يوم السبت من جمهور النادي الاهلي العظيم. جمهور النادي الاهلي دايما بيكون هو اللي شايفين حضراتكم الصوره خير دليل، يعني دايما جمهور النادي الاهلي باغانيه من ثالثه شمال، الاهلي ده حياتنا، كل اغاني النادي الاهلي، الاهلي فوق الجميع، كل الكلام دوت لما اللعيبه بتسمعه في الملعب بيتحولوا لحاجه ثانيه، بيطلع كل ما في وسعه، بيطلع كل ابداعاته، لان هو ترمومتر ادائه من الجمهور، زي الممثل اللي في مسرح لما بيسمع التسقيف او بيحس ب ضحكات الجمهور بيحس بكل حاجه، الجمهور احنا صراحه وحشنا
والمناظر الجميله، شايفين بادج وشعار النادي الاهلي في المدرج باكمله ده ونسر نادي الوطنيه حلق عالي بحريه، حاجه جميله جدا. لعيبه النادي الاهلي لما بتشوف الكلام دوت يا جماعه بتفرق معاها كتير جدا جدا جدا. جمهور النادي الاهلي هو عصب فريق النادي الاهلي على مدار الجميع، وان شاء الله هيكون هو سبب زي ما كان دائما سبب فوز وفرحه النادي الاهلي في اللقاء الهام والمنتظر يوم السبت المقبل ان شاء الله امام الترجي. خلينا بقى نخش في الناحيه الفنيه. النادي الاهلي بيختتم استعداداته لمواجهه الترجي، وفي مؤتمر صحفي الكابتن حسام البدري اختتم النادي الاهلي هيختتم ان شاء الله مساء اليوم الجمعه في الاسكندريه استعداداته لمواجهه الترجي ان شاء الله اللي هتبقى في 7 مساء السبت. والنادي الاهلي كان غادر امس الخميس بعد المران الى الاسكندريه عشان يبتدي يخش في معسكره المغرق حتى اللقاء، وكابتن حسام البدري هيعقد مؤتمر صحفي الاول في هذا اللقاء في غدا عشان يتحدث عن اجواء اللقاء، وبعديه هيعقبه مدير الفني للترجي التونسي فوزي البنزرتي. ده البروتوكول بتاع البطوله. النادي الاهلي ازاي تستعد لمواجهه فريق منظم تكتيكيا؟ يعني كنت اتكلمت مع حضراتكم ان في ملامح التدريبات بيبان الى حد كبير انت هتلعب بانهي استراتيجيه وانهي طريقه. النادي الاهلي سواء هيلعب في مصر او هيلعب في اي حته بيبقى ميوله الى حد كبير هجوميه اكتر. النادي الاهلي هو بيلعب في برج العرب، هو عارف ان في ماتش تاني وفي شوط تاني في تونس، فهيبقى الكابتن حسام البدري اللي ظاهر امام حضراتكم هيلعب بشكل متوازن لحد كبير، ولكن الافضليه والجمهور وحاجات كتير جدا هتدعم ان هو هيبقى الباحث الاكثر عن الهجوم والوصول لمرمى الترجي. وارد انك تلاقي وليد ازارو، هتلاقي اجاييه، ممكن يبقى احمد الشيخ، ممكن يبقى وليد سليمان، وارد جدا يبقى ان هيكون في عبد الله السعيد، وارد جدا ان يكون في صالح جمعه. النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت فيه حلول كبيره جدا، عاشور والسوليه مفيش كلام هيبقوا موجودين في خط الوسط، والاجناب اللي دايما الكابتن حسام البدري بيضرب بيها كل الدفاعات والتكتلات احمد فتحي ونبيل معلول، ووجود رامي ربيعه وسعد سمير قلبي دفاع، وشريف اكرامي في حراسه المرمى. اجايه من الناس اللي تعمل لك حلول في اي مكان. ممكن الكابتن حسام البدري يبدا بيه كراس حربه، ادي باكا او باكاماني النجم الجنوب افريقي اللي هيبقى له دور كبير جدا، وانتظروا هذا اللاعب هيبقى اضافه وهيبقى قنبله في الدوري المصري. زي ما شاء الله النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت كل صفقاته الافريقيه بتحس انها قنابل. اجاييه كسر الدنيا، حتى كوليبالي الهارب لما لاعب كان له دور، نبيل معلول باك شمال منتخب تونس باك شمال محترم. كل الصفقات اللي النادي الاهلي بيجيبها بيبقى ليها مفعول. اجاييه من اكتر اللعيبه اللي اتكلمت عليها الصراحه، ويمكن من اكتر اللعيبه اللي تحب ان انت تشوفها لانه عنده الحل الفردي ما شاء الله، كمان عنده الفيزيكال ابيرنس، عنده الجانب البني قوي جدا، فتقدر تعتمد عليه في كذا حاجه، ان هو يكمل ويلعب راس حربه تاني لو كابتن حسام البدري يلعب بوليد ازارو، ممكن يبتدي بيه كراس حربه ويعتمد على الاثنين القادمون من الخلف زي ما كنا بنشوف في الماتشات الكبيره امام الزمالك، كان في مؤمن ووليد سليمان، ممكن تلاقي هنا احمد الشيخ واحد اللعيبه الاخرى، ممكن يبقى صالح جمعه. فالنادي الاهلي عنده من الحلول وابرزها كوليبالي. عبد الله السعيد ابتدى يعود مره ثانيه الى فورمته، ابتدى يعود رويدا رويدا، انه بيعمل باصات حاسمه كبيره جدا، كان له ضربه جزاء في لقاء طلاع الجيش ما حصلش عليها. عبد الله السعيد من الممولين ومن اللعيبه اللي بيجيب التسديد، والصراحه هو عنده خبرات كبيره جدا، خاصه انه كان بيلعب لو حضراتكم تتذكروا لقاء ذهاب نهائي 2014 وايضا اياب 2014 اللي كان في تونس للنادي الاهلي، فاز فيه هدفين مقابل هدفين، كان هدفين، كان جده ووليد سليمان، حتى وليد سليمان الهدف الثاني كان على مستوى الهدف الاولاني، برضه السيد حمدي حتى كان عدى من وليد الهشري ولعبها لجده واحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. من اللقاءات اللي النادي والبطولات اللي الكابتن حسام البدري كان هو المدير الفني في هذه الفتره واكتسب البطوله باكتساح. منتظرين من النادي الاهلي انه
هيواجه فريق عنده سرعات قدام سواء فخر الدين بن يونس او انيس البدري، عنده ايضا طه الخنيسي من الفراوده اللي بتجيد اقتناص الفرص، وعنده ايضا فوزي الساسي في وسط الملعب من اللعيبه اللي بتجيد تنظيم الفريق كله سواء في الشكل الدفاعي والشكل الهجومي. فكل ده هي ده اللي الكابتن حسام البدري هيبقى مركز عليه مع لعيبته، لان مواجهه الترجي مش مواجهه سهله، محتاجه صبر. الترجي هيبقى بيدافع بكل ما اوتي من قوه وبيحاول يستغل اي ثغره عندك في المرتدات، وده طبيعه الكره التونسيه ان هم عندهم التكتيك والتكتيك الدفاعي، التنظيم الدفاعي عندهم على اعلى مستوى، ودايما بيعرفوا يستغلوا المرتدات وايضا الضربات الثابته، ودي من اهم سمات كره شمال افريقيا، دايما الضربات الثابته دايركت او اندايركت فري كيكس بيعرف يستفيد منها سواء كورنرات او فاولات، بيعرفوا يستخدموها بشكل كويس. والكابتن حسام البدري اكيد محفز لعيب الفريق هذا الاداء. ادي جون محمد ناجي جده، ادي سيد حمدي والتمريله الحاسمه، ومحمد ناجي جده ما كدبش خبر وفي الزمان والمكان، والكلام ده في تونس. عايز اجي اقول لحضراتكم واتمنيت ان انا اتحدث على هذا اللقاء، لان الاهلي كان تعادل في القاهره 1-1، والكل قال ان خلاص البطوله راحت للترجي، وادي وليد سليمان بيشمس الراجل وبيستلمها وبيحطها الهدف الثاني. نتمنى ان احنا نشوف الكلام دوت وشباك الترجي تهتز. الاهلي عنده مواجهه مهمه جدا، وادي الكابتن حسام البدري، وادي طارق دياب كان وزير الرياضه التونسيه وكان اشاد جدا 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 بالنادي الاهلي، وبحسام غالي كان بيقدم واحده من افضل مبارياته في هذا اللقاء، وقال انا استمتعت بيك حتى لحسام غالي شخصيا، وادي عماد متعب النجوم الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي. ده كان حاجه بقولها لحضراتكم عشان ان النادي الاهلي هيلعب لقاء في مصر ان شاء الله يفوز بيه، ولكن في دور تاني في تونس محدش يغفل هذا اللقاء، ودايما النادي الاهلي قادر لا قدر الله ان لو حصل اي نتيجه ممكن يقدر يعوضها في تونس، وده حدث في لقاء الصفاقسي نهائي الشهير بتاع محمد ابو تريكه، وحدث في هذا اللقاء ايضا اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوه واللي النادي الاهلي استطاع ان هو يحسمه حتى في تونس. كل ده في اذهان الكابتن حسام البدري، استراتيجيته واضحه، النادي الاهلي اصبح له هويه تكتيكيه مع الكابتن حسام البدري، وانسوا اللي حصل في امام طلائع الجيش، وكان في حكم لينا ثلاث ضربات جزاء تاخد واحده منهم، كسبت الماتش وخدت ثلاث نقاط. الكلام في دوري ابطال افريقيا كلام مختلف، وان شاء الله يكون التوفيق محالف النادي الاهلي يكون الافضل خلال اللقاء. ايضا نتكلم مع حضراتكم ال 24 لعيب بقى اللي دخلوا في قائمه الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي لهذا اللقاء. نقول لحضراتكم شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، احمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، ربيع ربيع، وسعد الدين سمير، وعلي معلول، وصبري الرحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد، احمد الشيخ، وليد سليمان، مؤمن زكريا، واحمد حمودي، عماد متعب، وليد ازارو، وكريم ندفد، وصالح جمعه، وجونيور اجاي، وعبد الله السعيد. اللي غاب عن المشاركه في المران كان ميدو جابر لسبب معاناته في العضله الاماميه، اتمنى له سرعه الشفاء. ده ال 24 لعيب اللي خدهم حسام البدري في هذه القائمه، وتاكيد هتقتصر على 18 و 11 لعيب 11 مقاتل ان شاء الله يكونوا في الملعب يوم السبت المقبل. خلينا اكمل مع حضراتكم برضو الاجواء، ولكن هفكر برضو مشاهدينا بالناس اللي كسبت معانا تذاكر لقاء الذهاب لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، وحابين كده ان شاء الله زملائنا يورونا السكرين شوتس للناس اللي فازت معانا. من فيسبوك عندنا محمد هاني، عندنا نور فوزي، عندنا محمود احمد علي، دول جاوب الاجابه الصحيحه اللي هي جون انتوي. ومن تويتر عندنا محمد فرج عامر، ومن انستجرام عندنا عبد العزيز ايمن، دول اللي فازوا معانا. حتى الناس يا ريت برضو الناس اللي محمد فرج وعبد العزيز ايمن اللي من تويتر ومن انستجرام يردوا برضو وتواصل على صفحتنا على فيسبوك، صفحه قناه النادي الاهلي، عشان يتواصل مع الزملاء ويقدر يجي يستلم بكره ان شاء الله التذكره بتاعته عشان يقدر يروح. ادي الاكونت بتاع محمد هاني على فيسبوك، وادي نور فوزي، دول على فيسبوك بعتوا الاجابه الصحيحه، وهيكون معاهم محمود احمد احمد
ايضا على فيسبوك. ده محمد هاني اللي بعت الاجابه الصحيحه، وادي نور فوزي. وادي محمود احمد، ده ثالث واحد كسب معانا عبر فيسبوك الناس اللي جاوبت الاجابه اللي صحيحه. ده محمد فرج علي من تويتر، هو محمد فرج علي مش محمد فرج عامر. الواحد خلاص بيقول محمد فرج، بيقول محمد فرج عامر طبعا رئيس نادي سموحه، ولكن على تويتر هو محمد فرج علي، وحتى عامل هاشتاج جون انتوي، عملها كمان هاشتاج الاجابه، كان بيغشش الناس مش بس بيرد علينا. يا ريت برضو محمد فرج ترد على صفحتنا على فيسبوك، على الانبوكس الخاص على صفحتنا على فيسبوك، عشان زمايلنا يتواصلوا معاك وناخد رقم تليفونك ويتم التواصل معاك عشان تيجي تاخد كده. وفي برضو انستجرام عبد العزيز ايمن عبر صفحه انستجرام، نفس الشيء يا ريت يرد على صفحتنا على الفيسبوك على الانبوكس بتاع الصفحه، عشان زمايلنا يتواصلوا معاه ويقدر يجي ياخد تذكرته ويبقى مستمتع ان شاء الله ويشجع النادي الاهلي بقوه عشان نكسب الترجي. السيادة اللي هو شيرين شمس بيرتب مع امن الاسكندريه اجراءات مباراه الترجي. السيادة اللي هو شيرين شمس طبعا المدير التنفيذي وشعلة النشاط في النادي الاهلي، عقد اجتماع مع القيادات الامنيه بمديريه امن الاسكندريه لبحث اجراءات الامنيه الخاصه بمباراه الترجي والنادي الاهلي، وبيناقش معاهم اجراءات تامين الجماهير ودخول وخروج العدد المسموح من حضور جماهير النادي الاهلي، وكذلك اجراءات تامين حافله النادي الاهلي والفريق الضيف قبل وبعد المباراه المرتقبه. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم سمح له بحضور 20,000 متفرج، وكنا نامل ان يكون العدد اكثر من ذلك. نروح لحاجه، الخبر الاخر خبر الى حد ما بيدينا شويه انتعاشه وفرحه، ونامل ان يكون في عدد اكبر في الفترات المقبله. حسام عاشور ومؤمن زكريا في التشكيله المثاليه لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا الافريكان تشامبيونز ليج. الاتحاد الافريقي اعلن عن افضل 11 لاعب في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا قبل انتهاء دور النصف النهائي والدور الربع النهائي، وحسام عاشور ومؤمن زكريا كانوا في التشكيل. هقول لحضراتكم التشكيل على النحو الثاني. دينيس اونيانجو حارس سان داونز، حارس مرمى طبعا ده كمان حارس مرمى اوغندا. فاروق الشافعي من اتحاد العاصمه الجزائري، رابح يوسف من الوداد المغربي، شمس الدين الزوادي الترجي التونسي ده في الدفاع، مؤيد الله في اهلي طرابلس، ساكالا لاعب زناكو الزامبي، حسام عاشور ومؤمن زكريا الاهلي المصري، وانتوني لافور سان داونز في خط الوسط، طه الخنيسي الترجي، واسامه درفلو من اتحاد العاصمه الجزائري في الهجوم. دول ابرز تشكيله فيهم اثنين من نجوم النادي الاهلي، ودي حاجه مميزه جدا، وفي اثنين من الترجي التونسي، وده بيبين لك قيمه الماتش الجاي. هنا في اثنين في التشكيله المثاليه، وهنا في اثنين في التشكيله المثاليه من قبل الاهلي والترجي، ان شاء الله يكون الغلب الاكبر للنادي الاهلي في لقاء السبت المقبل. نرجع بقى لاخبار الدوري العام، والمصري يتفوق على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، وفي ديربي القوات المسلحه طلائع الجيش يتعادل مع الانتاج بهدفين مقابل هدفين. فريق المصري مع كابتن حسام حسن تفوق على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، كان ضربه جزاء احرزها اللاعب البوركيني ايمانو فانسي. الراجل طبعا كنا شفناه حتى مع منتخب بوركينا فاسو، وهيبقى اضافه قويه جدا لهجوم النادي المصري. ايضا تم طرد كريم العراقي ظهير المصري في هذا اللقاء، وكملوا فريق المصري البورسعيدي ب10 لاعبين، ولكن حصد الثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار المصري هذا الموسم. وايضا طلائع الجيش والانتاج الحربي تعادلوا 2-2، سجل لطلائع الجيش عاصم صلاح والليبيري جيرو مويا، وللانتاج عمر السعيد ومحمد خليفه. وعمر السعيد اقول لحضراتكم تابعوه، هيبقى من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر في الفتره الجايه. هو احرز هدف في مرمى نادي الزمالك، وده تاني هدف له في الدوري، وصراحه لقاء بعد لقاء اللاعب ده هيزيد، ما شاء الله عنده البنيه قويه جدا، ما شاء الله الفيزيكال اتيننس عنده كويس الناحيه البدنيه، وعنده الناحيه
الفنيه برضو عاليه، شفنا في هدف الزمالك جابوا من لمسات جميله جدا، عدى من المدافع مره والثانيه وحطها، وفي نفس الشيء النهارده احرز هدف جميل ومميز امام فريق طلائع الجيش، ونتمنى ان هو يفضل كده لان منتخب مصر يحتاج هذا المركز بشده. النهارده كمان عندنا لقاء الاسيوطي والرجاء الساعه 7 مساء على ملعب الماكس بالاسكندريه. صراحه فريق الاسيوطي شفناه في اول لقاءاته امام مصر المقاصه، كابتن علي ماهر واحد من ابناء النادي الاهلي، ابتديت تشوف ان فريق الاسيوطي الى حد ما بيحاول، عنده هويه، فريق بيحاول ان هو يفوز باللقاء مش بس ان هو يتعادل. احرز هدف عن طريق خطا من حارس مرمى مصر المقاصه، ولكن فريق الاسيوطي هذا الموسم اعتقد ان مع كابتن علي ماهر هيكون له شكل متغير تماما عن كنت تنتظره في يعني الفترات الماضيه. اغلبيه الفرق اللي بتصعد من الدوري الممتاز بتنزل مره ثانيه، ولكن طنطا غير هذه المعايير في الموسم المقبل. ايضا الرجاء بيحاول يداوي جراحه بعد سقوطه امام المقاولين العرب ب3 أهداف مقابل لا شيء. هنشوف الكابتن خالد القماش هيعمل ايه في لقاء الاسيوطي الساعه 7 النهارده على ملعب الماكس بالاسكندريه. نروح لانجلترا ونروح لليفربول، اللي صراحه نادي ليفربول بنفسه ابتدى يعمل حمله لدعم محمد صلاح عشان ياخد ويخش في التشكيله المثاليه وجوائز التشكيله المثاليه لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. احتفل نادي ليفربول باختيار اللاعب محمد صلاح في قائمه الحصول على جائزه افضل لاعب في الجوله الاولى لدور المجموعات بمسابقه دوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج. وذكر نادي ليفربول في بيان اصدره عبر الموقع الرسمي، رشح صلاح للفوز بجائزه افضل لاعب في الاسبوع في مسابقه دوري ابطال اوروبا الدوري. محمد صلاح طبعا لعيب منتخب مصر، حصل على فرصه وهو وثمان لعيبه، وذلك بعد الاداء الصراحه المميز اللي قدمه في افتتاحات دور المجموعات. صراحه امام فريق اشبيليه سيبيه كان من اهم مميزات صلاح انه اصبح هجوم ليفربول في لا غنى عنه. لاعب دايما يصنع الفارق، دايما متفاهم مع لاعب فيرمينيو، متفاهم مع ساديو ماني، متفاهم مع امري تشان، متفاهم مع هندرسون، مع اي لعيب محمد صلاح، حتى ارنولد اللاعب الصاعد اللي بيلعب في الظهير ايمن بخلفه متفاهم معاه، متفاعل معاه في اي مرتده. الكل بيبص على صلاح في الاول، اللي عارفين في الهجمه المرتده محمد صلاح هيكون اول الحلول، وده اللي ظهر معاه. حتى ربنا كافئه في الهدف اللي احرزه، كان الهدف الثاني اللي احرزه محمد صلاح في لقاء الامس. وانك تشوف لعيب مصري ابتدى يسجل في دوري ابطال اوروبا، محمد صلاح خد شهرته من البطولات الاوروبيه حينما كان مع بازل، لما تالق امام نادي تشيلسي اكبر مورينيو مره والثانيه، وكان لاعب امام توتنهام اكبر مورينيو مره والثانيه. اللعيب دوت قادر ان هو يكون تشامبيونز ليج ليفل، يعني يقدر يلعب في الليفلات الكبيره وخاصه في دوري ابطال اوروبا التشامبيونز ليج. الماتش انتهى امبارح 2-2 امام فريق اشبيليه. صراحه ليفربول من الفرق اللي محتاج الى بعض الدعم في خط الدفاع، هم من الناحيه الهجوميه على اعلى مستوى، ولكن في الناحيه الدفاعيه يعني حتى الهدف الاولاني والهدف الثاني اخطاء دفاعيه بالجمله من قلبي دفاع ليفربول سواء ماتب او لوفرن. ماتب نجم الكاميروني ولوفرن اللاعب الصربي، مش مستوى المدافعين اللي يقدر يكسبوك دوري او يكسبوك بطوله من البطولات، ولازم يورجن كلوب يشوف له حل في يناير في هذا الشان، لان خلاص مصر كلها بقت تشجع ليفربول بسبب محمد صلاح. خلينا اقول لحضراتكم القايمه كان فيها ليونيل ميسي اللي الصراحه تالق بشكل يعني مبدع للغايه امام فريق برشلونه، مع فريق برشلونه امام فريق اليوفي، وايضا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد اللي سجل هدفين على اباويل نيكوسيا القبرصي، وايضا مهاجم فريق مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو، وخامس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الالماني اللي عمل استلام للكوره. الناس كلها دلوقتي حتى بتاخدها صور وتقول لك يعني ازاي وقف الكوره بهذا الشكل. نيمار النجم البرازيلي اللي راح لبي اس جي او باريس سان جيرمان، وهاري كين هداف نادي توتنهام الانجليزي اللي احرز هدفين، وتايسون لاعب ايضا البرازيلي لاعب فريق شختر دونيتسك الاوكراني. ودعا نادي ليفربول ان هو جماهيره كلها انها تخش تدعم
لاعبها طبعا محمد صلاح في الاستفتاء الجماهيري اللي طرح عبر الموقع الرسمي للاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفي. هكمل مع حضراتكم ولكن هذه المره بقى هنروح من الشامبيونز ليج هنروح للدوري الاوروبي او اليوروبا ليج. الارسنال تفوق على فريق كولون الالماني بثلاث اهداف مقابل هدف. محمد النني شارك في المباراه وصراحه كان من اللعيبه اللي تصنع الفارق. محمد النني لما بيشارك مع الارسنال فريق الارسنال نفسه مستواه بيفرق، لان النني في الدور الدفاعي والدور التكتيكي اللي بيعمله بيعمل اداء مميز جدا جدا جدا. ده اللاعب اللي ورايا اللي حضراتكم شايفينه، ده اللاعب التركي تشالانجولو النجم اللي ذهب الى اي سي ميلان، واي سي ميلان يسحق اوستريا فيينا بخماسيه في الدوري الاوروبي. صراحه تشالانجولو منذ بدايه اللقاء وهو متالق جدا، لو شفت حضراتكم هذا الهدف والهدف اللي بعده صناعه تشالانجولو، ادي تشالانجولو ادى كره لملك، ملك اداها له مره ثانيه وخدها على طول مباشره في الزاويه البعيده عشان ميلان على ملعب ارنست ابل ملعب اوستريا فيينا النمساوي بيتفوق بهدف مقابل لا شيء. كان في مواجهه ما بين مونتيلا وما بين فينك لو حضراتكم تتذكروا، واحد من افضل لعيبه بايرن ميونخ، وادي تشالانجولو اللي عمل التاكلنج وخد الكره وبيعمل التمريره السحريه للنجم والمهاجم البرتغالي، والاضافه القويه جدا اندريه سيلفا اللي متالق مع منتخب البرتغال وايضا متالق مع فريق الراسونيرو فريق الاي سي ميلان اللي بيعود اوروبيا بقوه هذا الموسم وبيحرز الثنائيه من صنع النجم تشالانجولو. مش بس كده، اندري سيلفا ايضا سجل الهدف الثاني، دي شوف التمريره بتاعه كاساي وشوف الراجل حتى في الكوره اتزحلق، لان حتى اللاعب الحريف في بعض الاوقات لازم يكون عنده حمية، لازم يكون عنده ان هو يقدر يعمل تاكلينج ويستخلص الكرة بالقوة البدنية، لان دلوقتي ما بقاش اللعيب الحريف بس بتاع زمان، لازم يكون عندك قوة وعندك حرفنة عشان تبقى لعيب ليفل كبير، وده اللي بنشوفه مع كريستيانو رونالدو وميسي، ولكن دول من كوكب اخر. ادي اندريه سيلفا بيحرز الهدف الثاني لفريق اي سي ميلان في اللقاء. ايضا سجل الهدف الثاني الثالث اللاعب اندريه سيلفا، وادي الكره اللي اتلعبت له واحرز الثلاثيه لفريق اي سي ميلان قبل ان الكسندر بوركوفيتش لاعب فريق اوستريا فيينا بيسجل الهدف الاول له، ولكن الفرحه ما كملتش كتير لان اندريه سيلفا احرز الهدف الرابع والثالث له في الدقيقه 56 قبل ان يحرز اللاعب الاسباني سوسو البديل الهدف الخامس في الدقيقه 63 عشان ميلان يكسب بخمس اهداف مقابل هدف. صراحه ميلان و11 صفقه، قدوم لوكاس بيليا في خط الوسط امام فريق لاسيو، لوكاس بيليا اللاعب الارجنتيني، وجود بانوتشي قائد والنجم القادم من فريق اليوفي في خط الدفاع، حتى هو لعب النهارده 3-5-2. ابتدت تشوف كمان على دكه الميلان في اضافات زي سوزا اللي نزل وسجل هدف، وده من اللعيبه الحريفه جدا. الميلان عامل مشروع بعد ما الاداره الصينيه الجديده اللي تولت الفريق ابتدت يبقى فيه صفقات مهمه جدا، والنادي الميلان كان يبحث عن كده، كان يبحث عن صفقات ويبحث عن مشروع ويبحث عن مدرب كويس، لان خلاص مونتيلا اصبح عليه ضغط كبير جدا بعد خسارته في الاسبوع الماضي امام فريق لاتسيو في الدوري الايطالي، وكان نتيجه ثقيله بربعيه، الان عليه ضغط كبير، احنا جبنا لك اللعيبه ورينا هتعمل ايه في هذا الموسم، وابتدى يعود مره ثانيه من الناحيه الاوروبيه بشكل مميز جدا. ميلان بهذا الشأن وبهذا الفوز تصدر المجموعه الرابعه بالدوري الاوروبي، عنده ثلاث نقاط على اوستريا فيينا، وكان حتى كسب الاسبوع الماضي فريق سكيتسيا ايضا بفارق اهداف كبير، ولكن لسه ما تحكمش في المستويات ديت، لسه ما تشوف الميلان بقى بيلعب المستويات الاخرى، فرق اسبانيا وفرق انجلترا والفرق القويه وفرق المانيا تبتدي تقاين المستوى بشكل كبير. ادي بقيه الاهداف اللي لاعب بقى بوكسيتش الوادي الحارس دوناروما الحارس المميز اللي نجح الميلان انه يجدد تعاقده، وادي الهدف اللي كان من ضربه ركنيه في الدقيقه 46. مباريات الدوري الاوروبي صراحه الاتحاد الاوروبي ببطولتيه سواء الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا او اليوروبا ليج بقى ليها طابع خاص، الجمهور وحضور الجمهور
الملاعب نفسها بيتم تجديدها بشكل مميز جدا. ولكن ارنست ابل ده في يورو 2008 لما كانت النمسا محتضنه بطوله اليورو يتم تجديده بشكل كبير، فالملاعب هناك على اعلى مستوى، ما بتروحش تشوف ملعب فيه حفر، ما بتروحش تشوف ملعب الكره ما بتمشيش، بتروح تشوف بقى ملعب المطر كلها مغرقاه والكره مش قادره تمشي وماشه ثانيه. ادي الاستلامه، وادي لاعب كاساي واحده والثانيه وبيلعب الكره لاندري سيلفا، استلامه بجون، هو الاستلامه الصح بجون الصح عشان الميلان يتصدر باربع اهداف قبل ما يحضر ما يحرز سوزا البديل الخماسيه لميلان. بنعرض لحضراتكم الاهداف. الميلان من الانديه اللي عنده مشجعين كبير على فكره في مصر، لانه في فتره من الفترات الميلان واخد 7 تشامبيونز ليج، من الانديه اللي خدت دوري ابطال اوروبا بشكل كبير جدا، وهو ثاني نادي بعد ريال مدريد في الحصول على بطوله دوري ابطال اوروبا. ولو تتذكروا حضراتكم كاكا لما كان في الميلان والبطوله اللي خدها. ادي الهدف الاخير، وادي تسديده كده قريبه حتى يمكن من شبه تسديده كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن الثانيه كانت جايه فيرست تايم، يمكن حتى كره كابتن سيد عبد الحفيظ كانت اصعب الى حد كبير. وادي الخماسيه الميلان امام فريق اوستريا فيينا. اكمل مع حضراتكم، وخساره مفاجئه من فريق ايفرتون امام اتلانتا الايطالي بثلاث اهداف في الدوري الاوروبي، على الرغم من وجود مدرب كبير زي كومان ماسك ايفرتون وايضا نجم بحجم وين روني. ثلاثيه كانت نظيفه عن طريق ابتداها فريق اتلانتا عن طريق اندريا ماتزيلو واليخاندرو جوميز وبرايان كريستيانتي في الدقيقه 27 والدقيقه 41 دقيقه 44. وادي الاهداف امام حضراتكم، يعني فريق اتلانتا الصراحه ادي روني من الفرق العريقه على فكره في الدوري الايطالي، وبيلبس كده لبس مشابه الى حد كبير من فريق الانتر، انتر ميلانو الايطالي، ولكن اتلانتا على ارض وسط جماهيري يستطيع ان هو يتفوق بثلاثيه على فريق من المفترض ان هو من المرشحين ان هو يكون على الاقل في سيمي فاينل هذه البطوله او الفاينل فريق ايفرتون. ووجود كومان على القيادة الفنية ووجود اللاعب روني وأيضا وجود ميريلش ولعيبة باركلي عنده ولعيبة عنده كولمان عنده لعيبة كتير جدا. أدي الهدف الأول عن طريق اللاعب أندريا ماتزيلو، بيدي إلى حد ما يعني علامات استفهام. الكل منتظر من الأندية الإنجليزية أنها تعود صراحة. مانشستر سيتي فاز امبارح بشكل مميز جدا على فاينورد الهولندي، كان بثلاثيه حتى في هولندا، ولكن وادي ليفربول امام اشبيليه بتعادل، لكن اشبيليه من الفرق الكبيره جدا المميزه في اوروبا، وادي جاره وعدو اللدود ايفرتون بيسقط امام فريق اتلانتا في ايطاليا بثلاث اهداف، علامات استفهام كبيره جدا، لان الكل بيتكلم بقى ان الدوري الانجليزي اقوى من الدوري الايطالي بمراحل، ولكن الانديه الايطاليه مش سهله زي ما البعض بيعتقد. ده الهدف الثاني اللي احرزه أليخاندرو جوميز. ادي الاستلامه، وادي التوغل، وحتى كل المشكله يعني في بين قلبي الدفاع لفريق ايفرتون. ده لسه مش الهدف، دي كانت فرصه من الفرص الضائعه، احنا جايبين لحضراتكم هايلايتس كامل مش الاهداف بس عشان تخشوا في اجواء اللقاء. وادي هدف ولا اجمل من كده، وادي سهرتنا الرياضيه بقى واحلى هدف، ادي أليخاندرو جوميز، ولازم يبقى سعيد الصراحه، تسديده جميله جدا، ولما بتروح بهذا الشكل بتبقى يعني شكلها وقف على كورته وعلى طول عمل التسديده في الزاويه البعيده، مفيش اي حارس يقدر يجيبها، والمشكله ان المدافع اداله زاويه هو فتحها لنفسه زاويه التسديد، وهو شكله بيعملها كتير حتى في التمرين. بصوا من هنا بقى تبان جمالها كله، لفه اللي دخلت في المرمى. ده كان الهدف الثاني أليخاندرو جوميز. وبرايان كريستانتي في الدقيقة 44، يبدو أن حتى إيفرتون في هدفي ثلاث دقائق خد هدفين وأنهى المباراة تماما فريق أتلانتا في الشوط الأول. في المباراة الثانية ليماسول القبرصي تعادل إيجابي مع أولمبيك ليون الفرنسي بعد ما تقدم اللاعب الهولندي ممفيس ديباي من ركله جزاء في الدقيقه 53، ولكن اللاعب ادريان احرز هدف التعادل القاتل لاصحاب الارض في الوقت بدل الضايع. وبهذه النتيجه اتلانتا بقت هي المتصدره، وبعديها اولمبيك ليون، وبعديه ليماسول، وايفرتون بيتزايل الترتيب بدون نقاط. يعني حاجه، يعني لو شفنا كده ترتيب المجموعه ديت
اول ما اعلنت هتقول ان ايفرتون هو هيبقى رقم واحد. ده اخر خبر معانا في الدوري الاوروبي. نروح لخبر اخر وخبر الى حد ما مدهش، ان الاتحاد السعودي بيقيل لاعب فان بيرفيك وبيستقدم الارجنتيني باوتزا عشان يقود المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018. الاتحاد اعلن رحيل المدرب الهولندي فان مارفيك واللي نجح في قياده الفريق ان هو يتاهل بعد احتلال وصافه المجموعه الثانيه. واكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي، الاتحاد الاماراتي وافق بشكل رسمي على ان يتولى فوزة تدريب منتخب الخضر بعد المنتخب الاخضر في نهايه كاس العالم بعد ما تنازل الاتحاد الاماراتي عن تعاقده مع المدرب. وكان باوتزا مدرب مدير الفني الارجنتيني سابق، يعني كان بيدرب المنتخب الاماراتي وفشل، حتى هو فاز على السعوديه بهدفين مقابل هدف في لقاء في التصفيات. ولكن يعني موضوع اقاله فان بيرفيك بعد ما نجح في التاهل يبدو ان في مشاكل حدثت ما بين المدرب الهولندي والاتحاد السعودي. خلينا اقول لحضراتكم ان باوتزا ده كان مدير فني للارجنتين ولم ينجح مع المنتخب الارجنتيني حتى في بطوله كوبا امريكا، وده كان لقائه مع ميسي قبل استخدام سان باولي ثم ذهب الى المنتخب الاماراتي. وتعرفين التعاون ما بين الامارات والسعوديه مميز بشكل كبير جدا وفي تعاون مثمر للغايه. ولكن فان بيرفيك حتى بعد تاهل الخضر لم يسعى له في انه يكون متواجد في القياده الفنيه للمنتخب السعودي. على فكره فان بيرفيك ده وصل بمنتخب هولندا الى نهائي كاس العالم لو حضراتكم تتذكروا 2010 امام اسبانيا اللي خسر بهدف اندريس انيستا، وكان عامل مونديال مميز للغايه. ده كان اخر خبر معايا النهارده لحضراتكم. كده أخباري انتهت، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.